عسلامة قبل كل شيء. عسلامة. تعرف شو معناتها حق الملح ولا؟ في الزون 400 وايش؟ حق الملح مسوم الملح، كلمة حق الملح. عنا عادة عاداتنا احنا ديما الرجل يقوم بها في اخر رمضان يعطي كادو المرت اللي هو يسمى حق الملح. تعرف هذه ولا؟ نعرفها هي، اما نقول لك احنا نقول التعب للمرأة معناها على الشهر كامل نتاع رمضان. ايه صحيح هكاك معناها. احنا نقولوا عليه حق الملح، انتم شو تقولوا عليه؟ احنا في جيبس نقول التعب نتاع المرأة معناها شهر كامل معناها تعبت ورمضان والكل يعطيها معناها اتعبها شنو فهمت؟ ديما تتلخص في العيد، احنا في العيد معناها يجيب لها كادوات يجيب لها يعطيها اللي تحب في العيد معناها الكل. اه صحيح. عادات والتقاليد نتاعنا برسك بدات تندثر بشويه بشويه، اغلب العباد والشباب من توهم ما يعرفوش معناتها يقول لك حق الملح وما يعطيش المرته كادو كم تاع عادات شهر كامل في الكوجينه تاعبه عليه وتطيب وتصنف. بعدوا على العادات تاعنا والتقاليد نتاعنا، صح ولا؟ صحيح، فما شويه بدات شويه بشويه تلقاها كان عند الناس الزمنين قبل امي في عهد امي وامك موجوده معناها، وتو بدات شوي شوي اما مختلفه معناها. فما عباد قاعده تقول معناها باها تقول لك مرتي تعبت والكل نجازيها معناها حتى التشجيع لها هي فهمت، هي كل شيء من معناها واجبها هي تقوم به فهمت. وفما يقول لك اللي انا تعبين الزوز معناها والكل كل حد وكيفاش تفكيره فهمت. عندكم انتم في جهتكم مزال محافظين على التقاليد ولا خلينا عندك انت في دارك انت مزال التقاليد هذه محافظه عليها ولا مازال المسيو يعطيك الكادو تاع تعب ولا؟ انا مازلت مانيش معارسه فانت، اما بابا ديما الله يرحمه ديما يعطي عايشك تعيش وتراح يعطي لامي معناها ديما يعطي في العيد خاصه في العيد يعطيها معناها فهمت، يعطيها يقول لها ها هو وكهو. الراجل يعطي لمرته حق الملح به، والراجل عادي شهر كامل يصرف في رمضان شو يعطيه هذاك بعد ولم ياخذ شيء؟ هو والمراه نتاعو، هو والمراه مره ياخذ ما نعرفش، هو والمراه. احنا معناها كعائله والكل امي تقوم بواجبها معناها والكل توفي وتكمل وتوفي الحق يا ربي فهم، ما عندناش هكا الراجل يبقى ناقص مش ناقص فهمت كيف وكهو. كنا قبل نستناه وقتاش يجينا الشهر المعظم شهر سيدي رمضان، توا الحمد لله ربي جانا ومازلت ايامات ويغادرنا الشهر المعظم شهر الرحمه شهر القران. باهي في الوقت هذا فما برشا عادات تكثر ما فيهم عاده الملح، يقول لك حق الملح قبل كل شيء. تعرف معناتها كلمه حق الملح ولا؟ لا والله حق الملح ما عنديش معناتها فكره عليه معناها بالضبط، مي عاداتنا وتقاليدنا معناها في رمضان معناها اللي هو معناتها قريب معناتها نودعوا شهر الكريم معناها ومعناها قريب نودعوا شهر الكريم والعادات والتقاليد نتاعنا اللي هي معناتها معناها هذيك هي معناها. اما الملح ما عنديش فكره معناها على يقول لك حق الملح هو اكل كادو الراجل يعطيه لمرته ليله 27 بحكم عدد شهر كامل وهي طيب له وتصنف له يعطيها حق الملح نتاعها، هذاك تسمى حق الملح كادو. ياخذ له خل خالد ذهب ولا فرده ذهب ولا يعطيها فلوس يديها كما قلنا احنا بلغتنا احنا عيدها يسميوه حق الملح. فهمتها طاو ولا؟ اوكي. مش تعطي المدام حق الملح ولا؟ بتبيعها صراحه. بتبيعها لازمها. حسيتها بتبيعها ليه؟ بتبيعها شنو؟ لا لا تستاهل، علاش ليه؟ تستاهل كل خير. بتبيعها نمد لها حق الملح وبتبيعها معناتها ما عندي حتى اشكاليه، عندي حتى مشكل. لا. والراجل يعدي شهر كامل يصرف، ايش يهديوا له؟ الراجل هكاك المراه تاخذ حق الملح، هذاك الملح نتاعها، خاطرها مسكينه عادت شهر كامل في الكوجينه، باه، والراجل يعدي شهر كامل يصرف. شو نعطيه؟ الراجل معناتها لازم معناها المرأة تهدي له كادو معناها. كادو والله كادو من الكادوات معناتها نجم يكونوا بوتيتر أي معناها كادو معناها. شو باش تهدي لك المدام؟ من المدام نستنى فيها باش تهدي لي إن شاء الله تهدي لي حاجة باهية. كي نقول لك حق الملح، تعرف معناتها كلمة حق الملح ولا؟ لا نعرف. حق الملح تقول انت قولوا ما وملح وحدك لا مع جار و لا حق الملح
هذا الرجل يعطيه لمرته، يعطي كادو لمرته يسميه حق الملح، يعطيها معناتها بحكم تعدي شهر كامل رمضان وهي في الكوجينه تعبه، يجي الراجل ليله العيد يعطيها كالهديه ذيك لمرته بحكم عدد شهر كامل في رمضان وهي تعبه تصنف وطيب، يسميه حق الملح، ذوقة الملح. باه. ما نعرفوش حق. ما نعرفوش لا. لا. المرأة الطيب شهر كامل ما نعرفش الكادو هذا ما نعرفوش. وانت صغيره الوالد الله يرحمه كان يعطي معناتها لامك حق الملح يعطيها كالكادو ليله العيد ولا؟ احنا ما عنديش اصل ما سمعوش بيها حق الملح هذا ما نعرفوش. كل جهه وكيفاش تقول له، احنا نقول له حق الملح، فما اللي يقول له تعب المراه، فما يقول له مهبه المراه، كل واحد وش عيط له. والله هو العيد الناس كل تشري جديد، يشري خيط له بابا خياط، يخيط له بنوار جديد. بغوتنا نحن نقول خيط له بنوار، خيط لنا احنا حوايج. العيد الناس كل تمشي جديد وتعيط تعمل الحلو. كوما فماش كادو سبيسيال خاطر الطياب ولا خاطر ما عنديش حق ما نعرفوش. المرأة مسكينة تعدي شهر كامل وهي تصنف وتطيب وسخانة وربي يعلم بها وتذوق في الملح تتعب. باهي الراجل يعطيها كادو، باهي والراجل يعدي شهر كامل يصرف هذاك في رمضان. زاد هذاك ربي يعلم به منين يخرج في الفلوس، هذاك شنو نعطيه؟ شو توا الراجل والمرأة كان قبل الراجل برك يصرف. اما حتى تو المراه تصرف وتساهم تنفق في النفقه نتاع العائله. دونك انا نقول تحت عيشوا تحت نفس السقف، يفو بارتاجي لي تاش، على خاطر كي يقسموا المهام يجي الحمل خفيف على المراه. اما تقول لي معناتها حق المحو شهر كامل تعب ويعلم بها ربي وياكل ويدز صحنه، الحق ما قالش به ربي، التعب ما يتعوضش، كي يتعاونوا مع بعضهم تخف شويه الامور. تعرفش معناتها كلمة حق الملح ولا؟ حق الملح لا نعرفش. هذا حق الملح حاجة موجودة في عادتنا وتقاليدنا احنا القديمة. الراجل ديما كي يوفى معناتها رمضان ليلة 27 والا ليلة العيد يعمل كادو للمدام، يهدي لها خلقة ذهب ولا شركة ذهب ولا يعطيها فلوس في يديها عيد، هذاك يسموه حق الملح خاطر تعدي شهر كام وهي طيب وتصنف. فهمت طول ليه؟ والله معلومة أول مرة نسمعها أنا الحقيقة، حاجة باهية برشا ممتازة. أكيد هي عاداتنا وتقاليدنا في تونس عادات باهية وممتازة، معناتها خاصة في شهر رمضان الحاجات المربوطة بشهر رمضان وبتقاليد وكذا حاجات ممتازة وباهية أن تتكرر وأن تتعاود وأن تبقى معناتها تتواصل للأجيال حتى القادمة. أنت تحكي توا على أنه معناتها يهدي له خلخال ولا يهدي له حاجة ذهب، أنا ما نتصورش كان مازال ينجم توا في وقتنا توا في تونس نجم واحد يهدي قطعة ذهب لمرته ويمكن كعبتين وكعبة. أما به ياسر معناتها أنك تقدم لها حاجة يعني اعتراف لها بالجميل وبالتصنيف وبأني معناتها إضافة للتصنيف أني المرأة عندها برشا حاجات، يعني عندها دور أني تماسك الأسرة، دور التربية، دور كذا، وإضافة إلى التصنيف أني في شهر رمضان تتعب المرأة الحقيقة. ولو انه فما رجال زاد يطيبوا مع نساهم، راهو في تونس فما رجال معناتها يعاونوا نساهم في الكوجينه وفما رجال يصنفوا خير حتى من نساء. دونك باهي انك تعترف يعني للمراه بالجميل وباهي الحكايه هذه الكادو في 27. هي قلت لي باهي خلينا نشوفك انت حاضر كادو المدام ولا لا؟ انا ما زلت مانيش معرس. ايوا تتفلسف عليا تحكي لي ساعه كامله وانت مش معرس. انا نحكي لك على حاجه موجوده في المجتمع وحاجه نحبوها تبدا موجوده في المجتمع، لاني حاجه باهيه معناتها. واحنا ما تنساش انه اولاد معناتها عندنا الاسر، عندنا معناتها اصحابنا عندهم اسر كذا، يعني الواحد في علاقه بالمجتمع وفي علاقه بالعائلات التونسيه، يعني يعرف الحاجات هذه. ان شاء الله وان وقت اللي نعرس ان شاء الله معناتها نواصلوا في الحاجات هذه والحاجات الممتازه. طبيعي جدا احنا ماناش مع كل قديم، يعني مع كل اشياء الموروثه خاطر فيها البيه وفيها الخيب، لكن مع الحاجات هذه المزيانه اللي يعني اللي تحافظ على الاسره وتخلي الاسره متماسكه وتلعب دورها في الرابطه الدمويه وكذا، احنا طبيعي جدا باش نواصلوها ان شاء الله في المستقبل نعملوا الحاجات هذه.